شدة البرد وشدة الحر أنهما من نفس جهنم، والذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. والحديث ورد هكذا ونحن نؤمن بذلك كما ورد، وما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق، سواء فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، وسواء استوعبت ذلك عقولنا أو لم تستوعبها، لأننا عبيد لله عز وجل، وعلى يقين بأن الله حكيم عليم، وأنه هو الذي يدبر الكون بحكمته البالغة جل وعلا. وهذا هو مقتضى العبودية: الاستسلام والتسليم لله عز وجل، والتصديق بما أخبر الله تعالى به وأخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير شك أو اعتراض أو نحو ذلك. فنؤمن بما أخبره عليه الصلاة والسلام من أن شدة البرد وشدة الحر أنهما نفسان من نفس جهنم.